ولم يعد بالاستطاعة النظر إلى المستقبل الذي بدأ يتلاشى بسهولة. لا يزال مسلسل معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج قائما، فما إن تنتهي فصوله في دولة ما حتى تنتقل إلى أخرى، هذه المرة في أمريكا، فقد نفذ العديد من الطلاب اعتصاما للمطالبة بمستحقاتهم التي لم تصل منذ قرابة 6 أشهر، حيث أكدوا في بيان لهم عدم قدرتهم على مواصلة الدراسة نتيجة المصاعب التي تواجههم في دفع مستحقات الرسوم وتكاليف العيش. الاعتصامات أكدت ضرورة الإسراع في حل المشكلة، مناشدين في الوقت ذاته السفير والملحق المالي هناك بضرورة متابعة مستحقاتهم لدى الجهات المعنية. هذه الاحتجاجات تأتي بعد وقفات عدة كان قد نظمها طلاب في دول ماليزيا وباكستان وروسيا ومصر والجزائر لتشمل دول الصين وتركيا، حيث أنشأ الطلاب لجانا تصعيدية للمطالبة بحقوقهم التي لم تلقى استجابة تذكر حتى الآن.